نورانا النهارده في بوابه اخبار اليوم. انا اللي برحب بيكم وبرحب باخبار اليوم. انت كنت مشاركه في مسلسل الشهره وهو تم تاجيله بالفعل. عايزه نعرف انت بتحضري ايه غير الشهره؟ حاليا ان شاء الله هنصور قريب مسلسل تفاحه ادم مع المخرج علي ادريس. استاذ علي ادريس اول مره يقدم مسلسل في التلفزيون، هو مخرج سينمائي كبير وافلامه ناجحه جدا، وعملت معاه فيلم جده حبيبي قبل كده مع النجم طبعا استاذ خالد الصاوي. موضوع جريء وجديد، يعني شائك جاد وفي نفس الوقت دمه خفيف، لان استاذ خالد الصاوي من اهم الممثلين الموجودين في مصر وعنده قدره على التلون في الاداء ما بين الجد وما بين الهزار. فان شاء الله يبقى موضوع مختلف ويبقى دوري فيه مختلف واضافه للسي في بتاعي ان شاء الله. مش هقدر اقول استاذ علي ادريس مانعني ان انا اتكلم عن الدور خالص، وانا مش عايزه مشاكل مع المخرج. في عمل تاني بجانب بتفاحه ادم؟ حاليا في فيلم ان شاء الله برضو وسط هذا البلد مع استاذ الهام شاهين كمنتج وكنجمه ممثله، والمخرج استاذ محمد ابو سيف، لكن كان المفروض نصوره قريب لكن هيتم ارجائه علشان ده موسم تصوير المسلسلات، واستاذ محمد سيف عايز تفرغ كامل من الممثلين للفيلم. ف بطولة نسائية، استاذه نيلي كريم ومدام الهام شاهين وانا، وفي استاذ رجاء الجداوي واستاذ محمود ابيل وريم البارودي، يعني في اسامي كتير هتكون موجوده ان شاء الله. الفيلم يعني فيه ممثلين كتير جدا يعني، فان شاء الله يعني نصوره في اقرب وقت. تم ارجائه ل 2015 اولا لان الموضوع كبير محتاج شغل كويس جدا، ولان في جهات انتاجيه اجنبيه عايزه تشارك فيه من فرنسا ومن بلجيكا، وخصوصا اخو داليدا شخصيا اورلاندو، وهو يعني منتج اصلا وهو على قيد الحياه. فحاليا في مفاوضات لتوسيع العمل على مستوى اكبر وعالمي، ده سبب في الارجاء. وسبب تاني انه في برضه كاس العالم وفي زخم، ويعني في زحمه في المسلسلات السنه دي مع كاس العالم، فده هيقلل، هيحصل فيه تذبذب في المشاهده شويه، فاحنا حبينا نبعد عن كل ده وارجعوا ل 2015 ان شاء الله. هل قعدتي او قابلتي ابن الفنانه داليدا؟ حصل بينكم اي كلام؟ في حصل كونتاكت يعني بيني وبينه من خلال برضو وسطاء في النص، هم حاليا هم يعني جاري العمل على الموضوع، لان هو اللي هيمد بالمعلومات وبالداتا، وسيكون برضو طرف في الانتاج، وعلشان هو اللي بيدي الموافقه بالعمل ده. نقدر ننفي كل الشائعات اللي بتقول ان نيكول سابا عايزه تقدم شخصيه داليدا وان هي البطله الاولى والاخيره للعمل؟ بصي، نيكول سابا فنانه من حقها تعمل اللي هي عايزاه، من حقها تحب الفنانه اللي هي عايزاها وتفكر تعمل شخصيتها. السوق مفتوح للكل، كل واحد يقدم اللي عنده، هو بس السؤال لماذا يتم الاعلان عن ده بعد ان اعلنت انا؟ يعني التواريخ موجوده على الانترنت، التواريخ موجوده في الصحافه، يعني السؤال بسيط، يعني بعد ما انا اعلنت الاول، هي اعلنت بعد كده، فيعني انا بتهيالي دي متروكه للجمهور هو اللي يحكم ويحسم فيها يعني. غناء بقى، فين بشرى من الغنى؟ يعني وحشتينا، عايزين نسمعك. انت بدأتي بتحضري الالبوم ولا بتعملي ايه بالظبط؟ لا، بحاول اقفل الالبوم، مش بحضر الالبوم ان شاء الله. يعني دلوقتي بحاول اقفل الاغاني المتبقيه منه، بتعاون لاول مره مع محمد رحيم، بتعاون لاول مره هقدم اللون الشعبي مع محمد عبد المنعم، طبعا ملحن اغنيه يا دنيا الشهيره، ده هيبقى لون جديد عليا عشان عايزه اقرب للجمهور الشعبي بعيدا عن الافلام. انا قدمته قبل كده في الافلام زي العيل هربت ومستر ميسز عويس، لكن عايزه اقرب للناس باغنيه منفرده تكون من اللون الشعبي، وبرده مع الاحتفاظ باللون المعتاد ليا الغربي او الفرانكو اراب. او بتعملي ديو مع اي فنان اجنبي؟ لا، بفكر اعمل ديو مع اي فنان اجنبي وعالمي، بس يعني مش ملحه قوي الموضوع ده، جه دلوقتي، جه في الالبوم اللي جاي، جه في اي وقت تاني كاغنيه سنجل، مفيش اي مانع خالص. لكن في الوقت الحالي انا بحاول اقفل اللي موجود بالفعل، لانه في اوريدي اغاني هتبقى شفناها قبل كده زي هو مين، كانت اتصورت وكانت فيديو كليب. في اغنيه جديده اسمها قالوا لي بحبك متصوره فيديو كليب، والمفروض انها تنزل قريب اخراج محمد جمعه، وعايزه اشتغل على اغاني جديده بقى ان شاء الله. من المقرر طرح الالبوم امتى؟ لا لسه مش عارفه، بس يعني انا اتمنى الصيف ان شاء الله، نكون خلصنا قبل الصيف، يعني هيكون ما بين 8 ل 10 اغاني يعني. 8 ل 10 اغاني، لسه في اغنيتين مش عارفه اذا كنت يعني هحطهم في الالبوم ولا لا. نورتينا في اخبار اليوم. ميرسي جدا ليكوا، شكرا، ميرسي قوي، باي باي.